استاذ عصام سالم، اولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. هل طلبت بالفعل التاجيل وماذا كان رد اتحاد المصري لكره القدم؟ الطلب ده يا استاذ احمد من حوالي 3 ايام. اولا برضه تحسبا اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، وان عشان ندي فرصه لاتحاد الكره ان يرتب جدوله بالشكل اللي يعني يلبي رغبه كل الاطراف. احنا مش احنا طبعا مع احترام الجدول واحترام المواعيد، لكن بيبقى في ظروف استثنائيه وفي اولويات يا استاذ احمد زي ما حضرتك قلت. نعم. ان في الاخر الزمالك بيلعب في دوري الابطال بيمثل مصر زي الاهلي زي بيراميدز بيمثل مصر في الفدراليه. يجب ان فعلا مراعاه ده لما بتحط الجدول، اولا زي ما حضرتك قلت ان تلعب مع حرس الحدود مباراه كاس. والكاس دائما يا كابتن احمد يا استاذ احمد لو حتى مع فريق درجه ثانيه بيشكل ضغوط كبيره، لان يا اما تكسب وتكمل يا اما تخسر وتخرج. صح. النهارده بتروجيت هو بيلعب بالدرجه الثانيه طلع المقاولين 3-1 النهارده في دور 32. يعني انت عارف بيبقى في ضغوط كتير قوي على الفرقه، وبعدين المواعيد نفسها لما تلعب يوم 20 وتسافر على طول بعدها مباشره الى السنغال والمباراه 23، يعني معناها اولا ضغط غير عادي وارهاق غير عادي. صح. وخلي بالك ان برضه في المسحه هتتعمل برضه قبلها ب 48 ساعه. يعني انت عارف كل الظروف ضاغطه بشكل مش طبيعي. انا مش عارف برضه ايه يعني ايه سبب تعنت اتحاد الكره في هذا الموقف، وخاصه انه اجل ماتش المصري وبيراميدز مثلا اللي كان في الدوري على اساس يهيئ برضه بيراميدز الماتش بكره اللي هو يلعب مع بطل الساحل العاجي اسمه راتنج ابيجان. يعني معناها ان المبدا موجود يعني وسافروا امبارح بالظبط. اه والمفروض دي كلها مهمه وطنيه، كلنا نهيئ افضل الظروف لفرقنا عشان تحقق التمثيل اللي احنا عايزينه والنتائج اللي احنا عايزينها. اه فريق مولوديه الجزائري اللي الزمالك اتعادل معاه امبارح، الاتحاد الجزائري اتدخل واجل له مباراه في الدوري قبلها كانت قبلها مباشره. يعني مش معقول كل الناس بتهيئ الظروف افضل ظروف لفرقها عشان تحقق افضل نتائج واحنا بنضغط الناس. والنهارده وصلت يعني انت عارف رفض شفوي زي ما بنقول من اتحاد الكوره الى نادي الزمالك، وبرضه الكل ايه الرد يعني ايه المبررات ان انا النهارده انا بمثل مصر النهارده ومحتاج الماتش ده يتاجل، مش هيجرى حاجه لما ارجع زي ما بقول كده اضغط الماتشات التاليه اللي بعد كده ما عنديش مشكله. انت عارف يا استاذ احمد لو المباراه دي في القاهره كانت شويه تبقى الدنيا اهو، انك في الاخر مباراه حرس الحدود في القاهره وبعدها فريق تونجيت اللي هو السنغالي في القاهره ايضا، برضو الدنيا ما بقاش فيها الارهاق والاجهاد الرهيب اللي الفريق ممكن يتعرض ليه. وبعدين انا اسال سؤال، افترض ان الزمالك ما كانش قدر يامن طياره خاصه لنقل اللعيب، يعني معناها الطيران العادي ممكن قوي تسافر بعدها بيوم. انت عارف يعني بقى حسب مواعيده بقى العاديه يعني. نعم. طب ازاي يعني باي منطق انك هتروح يا دوب وتوصل ومسحه وتلعب المباراه؟ طب انا النهارده فريق تونجيت دي بتلعب النهارده لعبه النهارده مع الترجي في تونس وكانت متقدمه 1-0، يعني فريق برضه لا يستهان به، والترجي قدر يقلب النتيجه ويكسب 2-1 ويتصدر المجموعه. لكن برضه ما ننساش ان تونجيت اللي بيشارك لاول مره يا استاذ احمد في البطوله دي هو اللي طلع الرجاء المغربي من البطوله من الدور 32. يعني معناه وبعدين الزمالك برضه بقى مطالب ان يحقق نتيجه جيده في السنغال بعد التعادل اللي حصل مع بلديه الجزائر. نعم. كل دي ضغوط يعني لازم انا ساعد فرقنا كاتحاد كوره بشكل او باخر عشان اسلم مهمتها وان تحقق افضل النتائج اللي تشرف الكوره المصريه في هذا المحفل الافريقي بالتاكيد. طيب زي ما بقول لحضرتك ليه الاتحاد يعني رده الشفوي انه مش موافق؟ ايه المبرر اللي عنده؟ لما النهارده بنتكلم على دعم الفرق اللي هي بتمثلنا. بالظبط. مفيش تبرير معين يا استاذ احمد ان المساله بقول لك حتى وبرضه ما تفهمش طب شافه ليه؟ طب خلاص ما دام انت متاكد من قرارك بيبقى موقف رسمي والزمالك برضه يحاول يضغط بطريقه مقنعه برضه لان عنده مبرراته، والمهم نوصل في النهايه للحل اللي فعلا يسهل مهمه فريق بيمثل الكره المصريه ووصل للنهائي النسخه الماضيه مع النادي الاهلي وكان شيء مشرف جدا للكره المصريه. وبنقول السنه دي يا ريت كمان نوصل للنهائي احنا الاثنين. يا ريت هم الفرقتين لهم قيمه كبيره يا استاذ احمد في الكره الافريقيه، يعني انت بتتكلم عن فرقتين فعلا هم طرفي نهائي اخر نسخه، يبقى معنى ذلك ان انا اللي شرفت الكره المصريه ان انا اتهيألي بقى كل الظروف ان شاء الله نحاول نكرر المشهد مره ثانيه ونبهر كل افريقيا ونحط الكره المصريه في المكانه لتستحقها على الساحه الافريقيه والدوليه بكل تاكيد. امبارح الزمالك وصل 20 مره وما عندوش مهاجم يسجل، ايه الحظ اللي حصل امبارح ده؟ غريبه، لا عدم توفيق بشكل مش طبيعي، يعني انت عارف مش اقل من 10 فرص كبيره، واخر ربع ساعه كان ضغط غير عادي وفرص يعني محققه بتضيع، لكن لازم حل هذه المعادله في المباراه الجايه لانك انت كل ما بتضيع كل ما بتخسر نقاط ممكن او تدفع ثمنها في ما هو قادم. صحيح. فهو المساله لابد انك في مثل هذه، انا دايما اقول يا استاذ احمد
في مثل هذه المباريات اللي هي دور المجموعات بيبقى اولا مطلوب منك قوي انك تكسب في ملعبك، لازم تكسب ماتشاتك في ملعبك. صح. لو ما كسبتش بتضطر لازم تكسب بره ملعبك، بيصعب المهم عليك اكتر مما يجب. لكن الطبيعي لو كسبت ماتشات اللي في ملعبك وتحاول ما تختارش بره ملعبك، تلاقي فجاه انت بين واحد الاول او الثاني في المجموعه وتصعد الى الدور التالي، لان فعلا لما تحرص على هذه النقط لا بتسهلك المهمه بعد كده، لان مولودية امبارح داخل على ياخد نقطه على الاقل، وده اللي عمله 100%. هو نجح في مهمته بالتاكيد، ونجح ونجح فيما سعى اليه، لانه في الاخر هو متعثر في الدوري الجزائري بيحاول برضه يحقق. هو ترتيبه ايه؟ 6-7 يمكن في الاول، الثامن يمكن في الدوري الجزائري. لكن هو طبعا برضه كان السنه اللي فاتت كان عامل نتائج افضل كتير من السنه دي. وصعوبه المجموعه يا استاذ احمد بتكمن في ان فيها 3 فرق عربيه. يعني تعرف يمكن دي اصعب مجموعه في المجموعات الافريقيه، لان 3 فرق عربيه كلهم على اسمهم كبيره. لو بتتكلم عن الزمالك عن مدينه الجزائر مع الترجي التونسي. الترجي كان بطل 2018 2019 اللي بعد كده دخلنا على ال 2020 اللي الاهلي كسب البطوله فيها. يعني معنى ذلك انك فعلا مولوديه طبعا شعبيه كبيره وتاريخ كبير. صحيح. لكن طبعا الشعبيه الكبيره دي بنحطها على جنب، لان المباريات بدون جمهور وان المساله تاثير الجمهور طبعا مش موجود اصلا في هذه النسخه. لكن في كل الحالات ان الزمالك مطالب دلوقتي ان فعلا يحقق نتائج جيده خارج ملعبه حتى يعوض النقطتين اللي خسرهم امس في استاد القاهره امام مولودية. فرق مصطفى محمد مع الزمالك بالتاكيد، لكن برضه شوف يا استاذ احمد، اولا بس هو عامل شغل في تركيا كويس. ما لسه ده اللي بقوله، صعب قوي تقف قدام طموحات لاعب عايز يحترف ولاعب في هذه السن وعايز يكرر تجربة محمد صلاح، وده مكسب لكل الاطراف يعني الزمالك طبعا وللمنتخب ولينا لكله. 2 مليون دولار الزمالك كسبهم، الولد بيبقى متالق في 3 مباريات بيسجل فيهم 3 اهداف. بعد كده بيرجع لنا المنتخب في احسن حالاته ان شاء الله، ممكن او جلطة صغيرة يبقى بوابته لدوريات اكبر ان شاء الله في المرحله الجايه. كل دي مكاسب للكره. مصطفى ده شكله الدوري الانجليزي، انجليزي اسباني يعني. وفاتح كريم اللي هو مدرب جلطة صغيرة يا استاذ احمد اللي بيتعامل معاه دلوقتي بيكرر بالظبط تجربه يورجن كلوب مع محمد صلاح. يعني اللاعب المدرب اللي بيستطيع ان يحتوي اللاعب، ان يحطه على الطريق الصحيح، ان يديله دفعات نفسيه كبيره. يعني اول مباراه لعبها مع باشاك شهير ده اللي كان حامل اللقب التركي، انت عارف جت ضربه الجزاء في اخر دقيقه خلى مصطفى محمد هو اللي شوطها. ده حته نفسيه كبيره انك تدخل الملاعب الاوروبيه من الباب الواسع. ثاني مباراه كانت مع فنار بخشة اللي هو كان متصدر وقدر مصطفى سجل الجول الوحيد او هدف المباراه الوحيد في المباراه ويخلي جلطة صغيرة يتساوى مع فنار بخشة في الصدارة. طبعا لسوء الحظ خرجوا من الكاس، لكن مصطفى سجل جول. يعني انت عارف عامله زي بالظبط محمد صلاح النهارده، يعني يتغلب من ليستر سيتي 3-1 بس هو اللي يجيب الجول. يعني برضو المشهد المصري هنا في الدوري الانجليزي هو نفس المشهد في الدوري التركي. نتمنى لهم دائما ان يكونوا سفراء فوق العاده للكره المصريه ان شاء الله بما يخدم المنتخب باذن الله. معلش هاخدك من الزمالك لليفربول وحضرتك بتتكلم عليه، مش عاجبني ليفربول الفتره ديت، النهارده 5 دقائق قلبوا الماتش، 5 دقائق متقدمين ثم 3-1. والله لا عاجبك ولا عاجبني ولا عاجب يورجن كلوب شخصيا المدرب لفريق ليفربول، الفريق مش في حالته خالص، تحس ان في حاله ارتباك غريبه في الدفاع عنده بقت مشكله كبيره. لان لو تتذكر يا استاذ احمد وانا عارف انك تتابع جيد، اول ما مسك يورجن كلوب ليفربول كان مشكله كبيره عنده في الدفاع لغايه ما تعاقد مع فان دايك. انت عارف اللي بقى احسن اللي بقى بعد كده احسن مدافع في العالم. وظبطت الامور، لكن المشكله حتى ان اليسون بيكر اللي كنا بنقول عليه دائما يمكن احسن حارس في العالم. لا بيرتكب كمان اخطاء غريبه جدا في المرحله دي، الدفاع برضه مش متماسك بالشكل اللي كنا متعودين عليه. محمد صلاح يعني عامل اللي عليه وبيصدر الدوري الانجليزي حارس المرمى حارس ضايع. ما انا بقول لك ده كان يعني ده حارس برازيلي كان بيعتبر يعني اخد السنه اللي فاتت او اللي قبلها احسن حارس في العالم. يعني انت عارف كان قد ايه مستواه، لكن السنه دي تحس لا مش مركز في حاجه مش طبيعيه. المشهد كل ليفربول لا خلاص، يمكن النهارده يورجن كلوب يعني هو بيقولها بمنتهى التاثر ان كده غسل ايديه من الدوري. يعني بقى صعب قوي، وخاصه ان مانشستر سيتي اللي كان بيكسب توتنهام وجوارديولا بيكسب مورينيو وبالثلاثه ويسطا كده لا ماشي ما بيوقفش زي القطار السريع. اعتقد لا الامور لحد كبير اصبحت ظاهره واضحه بشكل كبير في الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي يقترب من استعاده لقب هذه البطوله الكبيره، وليفربول يتراجع بشكل مخيف ولا يوحي ابدا بانه سينافس هذا الموسم على بطوله الدوري بالتاكيد.
استاذ عصام سالم بشكرك شكرا جزيلا.